with www.istrategy.com mm. يعني EYESTRATEGY.com اللي هي شركة الإعلان. عم نشوف على الهواء السايت مظبوط، بيفوتوا على كونتاكت اس وبيشوفوا كل يعني المعلومات إذا بدهم يشتركوا إن كان فنانين. نعم. كمان نحن فاتحين الأبواب للفنانين وللسبونسرز كمان. كيف كان التعاون مع البلدية؟ تعاون سهل لأنه كمان في وزارة الثقافة اللي دعمتنا بالمشروع، وأكيد مبسوطين أنه تنقوا أحياء من عندهم، وكانت المعاملة كتير حسنة. أكيد في وراء أكدنا شوي أنونية تنجيبها، صار عندي خبرة فيها، لا صار في أخذ متعهد تورش وهذا كل الشغل اللي عم نعمله. بقى بتشكرهم، أكيد بتشكر البلدية وأكثر شيء الوزارة الثقافة والدكتورة ليلى بركات اللي تعاونت معنا وسهلتنا كل هالأمور كمان. كيف جرى اختيار الفنانين لهلأ؟ عم تقول إن الألباب مفتوحة أكيد، مزبوط. في فنانين معروفين، في فنانين بدهم ينطلقوا، بس مزبوط. كيف جرى اختيارهم؟ أكيد هلأ أكيد وقتها انفتحوا الأبواب إجوا كثير فنانين حابين يعني يتعاونوا معنا. اكيد بديش نشوف البورتفوليو، نشوف قد ايه هن قدروا. الموضوع بيفرض حاله هون اذا عندك يعني في ناس كثير شاطرين بس ما بيقدروا يعني يرجعوا كانه يرجعوا يرسموا رسمه موجوده قسم تكتب، بعدين في اشياء بسموها ترومبلاي، يعني من بعيد بتفكريها انه مزبوط هاي الشيء، بتقربي لا يعني كانه عم بيعملوا الشباك في عليه ورد، من بعيد بتفكري مزبوط، بتقربي لا هيدا رسم، يعني في تكنيك معينه اسمها ترومبلاي، يعني مش كل الفنانين يعرفوا يشتغلوها. دونك على هالاساس كمان، وبعدين اكيد يعني انا بيهمني ناس كمان اذا كانوا حتى نساء مش رجال انه ما يخافوا يطلعوا على السيلة ويرسموا، يكون عندهم كمان قوه يعني جسديه، لانه كمان مش عم ترسمي لوحه عاديه، عم تطلعي على سقالة وعم تدهني حيطان، منا هيني اكيد يعني، بس في مسؤوليه وخطوره هون. هلا اكيد في امين اسيورانس، هي ما في شك بالموضوع، ولكن اكيد في كمان دي ميزور دو سيكوريتي اختينا، هي اهم شيء، هي اهم شيء. وبعدين ما رح نرسم على اقصى علو الجدران، نح من النص ونازل. واكيد كمان رح الكل اللي رح يساهموا كسبونسر رح يكون كمان لوجوياتهم، يعني رح كمان نخلد الذكر انه هالناس هالمؤسسات كمان تعاونوا بهالمشروع، يعني مثل صار مثل عن جد كانه تعاوننا كلنا لنحتفل ببيروت عاصمة للكتاب. الثقافة صارت مثل احتفال للجمال كمان بطريقة حلوة كتير. عم تحكي وكأنك عارفة شو النتيجة النهائية وإيش على التابلويات على الملتين من هلأ، يعني كان في تخطيط لشو رح يكون في موجود على هالمباني، كيف صار هالاجتماع خبرينا وكيف قدرتوا نسقتوا سوا؟ نعم، هلا كوني عندي شركة إعلانات وأدفرتايزنج وماركتينج اللي هي آي ستراتيجي، عندي فريق عمل وعندي كرييتيف بيرسونز، يعني ناس مبدعين اللي هن بيعملوا بيرسموا الداعي. من هون وقت انطلقت أنا بالفكرة، قعدنا أكيد اجتمعنا وصرنا نفكر إنه شو ممكن يصير على هالحيطان تنوصل على اكيد على يعني نتيجه تكون حلوه للعين وذكرى لكل هلا كلهم طلعوا بافكار، ولكن انا شخصيا حبيت انه يكون الموضوع اللي اخترناه يكون موضوع يعني خصو اكيد بالثقافه. من هيك قلنا نحن لكنا بنتجه بالرسومات، مش انه نرسم شيء حلو بالمطلق، ولكن نرسم شيء لبيروت عاصمة للكتاب. من هيك اخترنا ويكون حلو للعين عدة غلافات لكتب مع أشعار، حتى يعني رح يكون في مثل كتابة أشعار كمان. أكيد نقينا هيك نقيت دو فير، يعني من أشعار بالعربي وأشعار باللغة الفرنسية للشاعرة نادية تويني وجورج شحادة، تيكون كمان كله خاصه ببيروت، يعني مين ما كتب لبيروت نحط لهم كم
يعني مقتطفات من اشعارهم، وكحكي يكون في رسومات. وهون كمان خليت شويه مجال لكل فنان يعطي شيء من حاله، يعني مش انا من يوم بجي بقول لهم شو عبالنا نشوف. تقريبا رسمنا عندنا صار عندنا تابلو انه شو ممكن يكون في على الجدران، لانه كمان مثل ما بنلاحظ انه ما عندي انا جدران فاضي اقدر ابدع فيه، في كثير شبابيك في بلاكين، رح نجرب انه يكون هالرسومات ادابتي يعني تتماشى مع المبنى من برا. والمباني مش كلها مثل بعضها كمان، المباني مش كلها مثل بعضها، وفي طلعت وناس جديدة، يعني مش انه اخذت جدران جديد وابيض ويلا انا بدي اتفنن فيه. وهون صعوبة الشغل، وهون صعوبة انه نقدر وقت يخلص هالمشروع نكون عن جد عطينا شيء حلو للعين ورايق، وبذات الوقت القاطع بسرعة يقدر يلقط شيء مش معجق. شو الصعوبات يلي عم بتواجهوها؟ لانه المنطقه طبعا عجقه كثير. هلا الرجال عم يقولوا شو رح يعملوا بالشرايط، شو رح يعملوا بالانترنت، يعني طبعا هيدي كلها داخله بقلب بقلب المنظر، بس بنفس الوقت هيدي اشياء ضروريه وما فيك تدخلوا فيها. مش كله انا هون معلم من نتاعي شوي كمان انه البلديه الدوله انه كمان اذا في شرايط نازله وطالعه انه هودي مفروض هن يضبطون يجملون، يعني اليوم نحن هون التعاون ضروري، هون التعاون، هون ما فينا ناخذ كل شيء على على عاتقنا. كنا بنتمنى ولكن ولا الوقت بيسمح ولا نحن طاقاتنا بتسمح نعمل هالامور. من هيك انا بدعي انه بركي بهالمبادره اللي بلشناها نحن يصير في هيك هجمة ايه هجمة على الجميل الخارجي اللي هو كمان بيعطي سلام نفسي، بصير بيعبر اكثر عن السكان الموجودين بالمنطقة واللي هن اكيد جميلين. اكيد اكيد، يعني انا بلاقي انه ولكن غير قادرين على ترميم هالامان. مزبوط، واللي بيسالوني انه طب انت ليه لقيت هونيك المنطقة؟ انه بقول انا لانه اليوم ما بفكر انه يي انا بدي اعمل شيء بمنطقتي، ما عندي اياها، لبنان واحد وللكل. ومثل ما قلت انه يمكن انا وين منطقتي مانا عايزه او ما فيها فيزيبيليتي او ماني قاعده ببيروت، وبخلي غيري يهتم. من يوم انا اذا في اهتم بناس ابعد ليه لا؟ وهيدي رساله لكل الناس انه ما تهتم بس بالشيء اللي بخصها. كارين شكرا لوجودك معنا.